ده يمر عليه السنة دي إن شاء الله 10 سنين، وهو المتحف عبارة عن مجموعة بتوثق تاريخ الكاريكاتير المصري من بداياته حتى الآن. والمتحف طبعا بيضم أجيال من رسام الكاريكاتير لأنه متسجل عندهم ومحطوط على خريطة المتاحف العالمية وكده، فالناس اللي هي مهتمة بفن الكاريكاتير بيجوا، ناس كتير بتيجي. وهل بتيجي أكتر في المهرجان ولا الأيام العادية؟ لا لا، الأيام العادية أكتر. المهرجان ده بيبقى هيصة، حاجة اتجاه في الفن موجود بس في بكرية الفيوم، والرسم بالشمع على الألواح الخشبية، وكان بيتحط على توابيت المتوفين في العصر المسيح الأول والروماني، يعني الرومان والمسيح الأول. فهم يعني الناس مش قادرة تعرف بالضبط ايه سبب ظهوره في الفيوم وليه اتواجد في الفيوم بس، اتواجدش في مصر كلها، لكن هو حاجة متميزة جدا لأن هو بالذات الفيوم هي تعتبر فعلا بدايات أو التأثير الأكبر للفن الحديث والتعبيرية والتأثيرية وكده طلع من بطولات الفيوم. إن شاء الله إحنا يعني المتحف، وإن شاء الله هنعمل متحف تاني له علاقة بالفيوم في الفترة المستقبل القريب، يعني لأن مصر محتاجة متاحف، لأن في تراث كبير جدا وتاريخ كبير جدا من مصر بيضيع، فإحنا بنحاول نحافظ عليه. فهو أهم حاجة ممكن تحافظ على تراث أي حاجة هو إنشاء المتاحف والمكتبات.